بسم الله الرحمن الرحيم گهدار بینار عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هر جه کین گهداری بینار یمت کین صلوات خدا لبن جارا کادی هاتین خدمت و ادب و پیشکش کرنا خلاکی کادیش برنامه جان خواندن قران کو اف برنامه انا ی خود دیب درجه رمضان بر دوام بد هر روزه کینه ای کی دی ایت بر برن انا ی خود گل هفکار و حوالت ما اندابت لجنه و کر خود حس کی دی گل برای ما مصطفی محمد نوری و خوشکا شیما صدیق و خوشکا منتها شفیق اگر خود حس کرد و گستاف لجنه اگر خود حس کرد هر یک جی یه وکیل بیجین یعنی چم که کیه آن بیجین بابت کیه کو بابت ما وقف و ابتدایی تاین وقف و ابتدا سر 20 درجه نه پشت اینگه از صوت و نغم و الادا اوجی سر 20 درجه نه و پشت اینگه میاهای سلامت النص القرآنی کو حرکه خلد نیم خواندنی حرف خلد نیت خواندنی اوجی سر 20 درجه نه و احکام و تلاوه گل دنگ خواشیه کو اوه سرکیه یا رئیسیه سر 40 درجه نه اوه ادبن 100 درجه اگر خود حس کد گل حوالا وکی مگوتی اندامت لجنه دی یه دوی خلکی جی اف خوش کبرایت نی هاتین دی بشداری کن اف شوه دا و دوی بریکانه دا همه دی اکسرش بر گلک خوش کبرا گلک راستی اقبال که باش یا هی یه خوان نویسین و جاش بر هند ام نه ناف براورد گیرین و نه یعنی زیده تر وقتی خوانا بورینین اکسر دی ریک دین ما مصطفی محمد نوری بلا پیشوازی هم بجیم خیراتنا بشدار ای که یه خلکه بکت صدا کرم که ملی اعوذ بالله اسلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلات و سلام على رسول الله براستی باشترین کار افکاره یه او گو هاوه گاوه ام برابین و ام بریو دین دا قازش رب العالمین اتگین سرکفتنی بدت همی خوشک و براوده گو بابا همی بگوه الگل مهاری کار بند تایبتی ها اف براو خوشگید ابرو که آماده کل ویدره بو اوه بریکانه هیا جوان خواندن قرآن کو باشترین کاره ام دی هر دست بکین بلا پریز و ریان فتح کنم بکت هکر ریان فتح هکر او آماده نبت مالک جاسم بله کرم بکن اما کیش بر هم سر درسته بلو بله بیت کنم سر بله مالک علیکم السلام و رحمت الله تو گل بخیرات مالک جاسم بله خدا حس که تو دیش کیری خوینه و کی صورتی وش کیری دی دست بکی انشاءالله صورت فرقان صورت فرقان آیت 61 61 لا پرا چنده 365 365 کرم که دست بله کرم که پرزم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. سعادت اخوه جزاك الله خيرا بارك الله فيك. مالك تو بقابل كيرت خويني تلدف كي خونده بارك من لك سيده كي اجازه لكم هرگرتي ماله اجازه حافظ انا عصر. حافظ بله بله نکم بردو من هر سر تو بردو همی روشانه تخوینه بله. هر بله بله ما شاء الله خوندنا تو گیرک جان جزاك الله خیر بارك الله فيك جزاك الله ان شاء الله گنج تو کی تا زیده بکت زی خدا نه بکت زی قران بکت خدا نه ان شاء الله امين يا رب جزاك الله خیر دست رازی سکرتی بیا کرم که بارك الله خیر دست رازی الله فيك دی برف پشکدار دوی وچین اگر بر هفت بشک داره می دوی علیکم السلام و رحمت الله و برکات گلا بخیراته ممنون سید اخلی شرازی بشان خب دنیاسی نوبته مسعود هابیل مسعود هابیل بله گلا بخیراته ممنون سید اخلی شرازی بشان اف گنجت وکی و راستی کیف مروی تینت بارک الله فیک سید ایوان قارئ پاشا روزی جزاک الله خیر علی کی و زیدم که تو خیر دای باب تا بن بست امین امین کوی مسعود دی بو ما کی و خوینه کی سوره بقره ان شاء الله صفحه 10 صفحه 10 بله دی الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بارك الله فيك. بارك الله فيك. قدر يا علي العجمي كي؟ نبو أرجع. بابا كيش لحنا بيتدبو؟ أس بارابتر قدر يا أدريساب كاريتيام ورعات كردي. إسلام صبحي؟ نعم. عفو سيدم؟ نا بوارك اس حاشت صامك يا بارك الله فيك دنگ تجلى خواجو تجويدا كو جوان بيجس بارك الله فيك سيدي ده عمل تدريس كنت ان شاء الله تا مقام نه خوندرا نه ابد تن زنه بچ مقام دي كرد از بيشم بله بله نو مگوچ كي اسلام صبحي بارا بتري مقام كرد ساده نو بتري طبعا همي قرب همي مقامات خوينن جام مگو ديارت مبسته گهداريا كيري بله مال دل كيري يوسف دوكي هاتش دوكي بارك الله فيك نو ما مستيت اچيا يه قرآن يا قرآني ما لا بهزة دوسكي. زين بس خلي تعالى بارك الله فيك. خد قرآننا توم صلاة النبي هنا. جل بخيرات. دخل رمضانك إن شاء الله. خير الصلاة مسر كيف تري إن شاء الله. ما شاء الله عليكم السلام. دنيتون جل خوش. بشك دارك كدي خش كم ده كرنجة. بلى بنيران وكدمين الجل بشك دارك كدي إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. بخير هذا. خير من دارك استاذ زين. ده بخير. يوسف جاسم محمد. جالا بخير هذا يوسف. يوسف تدبو ماكي صورة أخوينا. صورة أنعام. صورة أنعام. صادو بيسونا حصاد قدوية. بل. آياتا چند؟ آياتا سيزدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا بارك الله فيك تشكيري بشك دار يد جلب دوك جلب خير هاد سر جوا دل عردك دف سيداك خانده بله دف دكتور ديوالي بله صحة دا تخوشتا يعني تا قراتك تشتاك تخلص كده عنشي إجازة حاصل حاصل دف سيد دكتور ديوالي بله موفق بي إن شاء الله سر كفتي بي إن شاء الله بلد ما أبو يجي هنا أبو دكتور ديوالي خلي تعالى خيرات بنستي إن شاء الله بلد ما أبو جلب خيرات بشتا رازي سر كفتي بي إن شاء الله بله بشدار بو يتشارف إن شاء الله بغرز بكرام كتا السلام عليكم السلام خب دنياسي هسه ريان فتح ريان فتح بلى ريان
خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البروج لا بحر بين صاد ونط والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم تا احكم تجويد ورگرتنا بله اسنا گشت ما مدهش بله از دیشنی گه همی بله تو طالب کی ما مستایتا سیدای متینه بله دست فشیلت کن در دوام به انشاءالله موفق بیاربی گلم خیراتی برای آقایان خیر و سلامت از ملاحظه که بری بشکداری دیوید یا ایکی اوا ما بری نکجی گوتی بری سیده بشکداری بید هکر مجاوت بید خواندنی چکی براستی دوره بارا پتری یا هندی مجاوت بید خواندنی اکر نه درسته ترتیل جی بس یعنی هر هندک ملاحظه سر يعني درجة سر عندك تشتونن يعني بلاف تشتغل دفونه ديار ببت يعني حتى جبلي تجويد يجي يعني دنك خواشي يجي وأداء أوي كاتو تشوى وقت تدخيني أو أداء تدخيني تشوى تدخواندني ترتيل مثلا جداش تجويد يعني يفهمت في بارابتر مجودة بس أكار ترتيل جي بتخواندني تماما بس قل بيجيري كرم أحكام التجويد بلي سيدا بلي أكار هر دي سبكي گلکه نخوین چون کیش بر وقتی دا وقتی ما تیرا ما بکت
هفت هشت ریز حتی ده ریز که بله اجاره دید دابید یار کنون سیدم بله بله جمعی بلکی اجاره دید زمیر کنون بله بله کرم که نو خوب ده یاسینه عبدالرحمن عبدالرحمن چتشت بیار عبدالرحمن بله عبدالرحمن تو ده کی دری خوینی بومه سورت لقمان سورت لقمان لب هره چنده چهارصد و چهارصد و یازده 411 بله آیتا چنده؟ ایکی آیتا ایکی بله دوشه کرم بکی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم عبد الرحمن تشكري هاتي دوكي كي امام مستعيته علي حسين علي حسين بله تو تجويد خيني لا بله تو بردوامه بله تا خلاص كره تجويد ان هشتا تو تخيني من خلاص كري تا خلاص كره بله صحت تا خواهش جزاك الله خيرا دو گلم خدا توفیق تا بدید انشاءالله دو گلم خیر بوده دوباره ملاحظه می دوباره کم سریع ما گفت خواندن اگر که مجاور بید خواندن باشتره درجه پیتری سر راستی و یادوی اگر وکی ما گفتی هفت حتی ده رزه وکی سیده جی اشارت پیدای زیادتر نید خواندن مجاور دی اشارت پیدا بس احتمال هنده که آگه علی نمی دیچین برف پشک داره دی اگر برحف بد علیکم السلام و رحمت الله خود دن یاسینه نبوده درست اما دیدن که تا یوسف هابیل یوسف هابیل بله یوسف هابیل بله گلو خیراتی شترازی دی بما کیش آیت خونه کیش سوراته سورات بقره ای آیتا 183 183 بله بکرم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بارك الله فيك بارك الله فيك أنجيك خاص وبأدائك جل جلك جواب ودي عمري تدريش كنت إن شاء الله وخذي تعالى خير هذا يبوي تبن بس بارك الله فيك يوم مستيتك يا هر مالا بهزت دوسكي ما شاء الله صافي باش تفونات داتي هذا والله مستيت بهزت صلوا لنا بويا انا صحه تاع خوش كوكي يوسف ودي خيرات بنستي ان شاء الله يلا خير هذا يوسف ان شاء الله كيف من جل جلك ان شاء الله ودي خيرات بنستي ان شاء الله بالي ما شاء الله هذا جلك جميل بالي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك خير هذا سيرجافا نوفي تابخي سالار يوسف خير هذا سالار سالار تدي بومان كي سورة تخوينه إيه سورة بقرة داس بيكو إيه بلي حتى أياتو هشت دهي بلي كرم كسالار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم ذكر تبسط إن شاء الله تا دست به که جام مجاور دست به کرد پشتینگی تا پچه اگه جادی که ترتیل به یعنی چکی راستی خوانده یه مهم مشارکه یه انشاءالله یعنی تشجیع که بو گلک دی برای خبدن قرآنی انشاءالله هر اینجا نخسارتن یه مهم مشارکه گلک خوانده را تا گلک جامی دست به کشی یعنی همین باش بی بس مجاوری اکثر نه تناقل پان بود ترتیلی دا گلک باشتر بد صحت تا خواستر کفتی بی انشاءالله تا تجوید خوانده باشه دیوش سعادت داشت خدا خیر داده بودی ان شاء الله موفق بی گلاب خیرات اهلا وسهلا چونکی راستی درجه مجودیه یعنی ما خلقادی اشارت پیدا علیکم السلام و رحمت الله بری تو دست بگی از اختنا قد تمام کن بلا بلا گلاب خیرات محق است چای مایجی خواهد درائی بی ما گفت مجاوات مگه درجه نه کیا ترتیلیه یعنی ترتیل مگه تی اول باره بتری خلقی ما چی تیر گهن کو اول پیشی خلقی مثلا تراویح و نویش اتین بجن نوی ترتیل یعنی بس اف مسابقه تو صبر راستی که یک مثلا مجاوات بخوین تو احکام تو یی درس بنفت شید ها ده هر چت پیشیوی اوی کو ترتیل اما اگر یک مجاوات بخوین بس گلی مثلا احتمال احکام تلاوه و صفات و مخارج و احکام راویه مد بس گلک جوان ناینت یک ترتیل هات چه خلطی نگرند احکام داد و دنگیویجی خوشه او یعنی ده چد پیشی هایی اما ای که مجاوت بید یعنی هکر مرتل و مجاوت وکی ایمن یه مجاوت ده چد پیشی هایی اول حکم لحظه است دوباره تیم بس یا مهم مشارکه انشاءالله همی خدا خیرین و خود تعالی انشاءالله اجریوان برزنه کن تو گل خیرات برا خیر اصلا عبدالله یوسف عبدالله عبدالله یوسف عبدالله ما شاء الله الله خيرات بره صحابه دقيقه تمام دقيقه بما خوينا سيد اشكي سيد سوره القلم صحيفه 564 سوره القلم تسليك يا ما بلا بلا كرم كرم دوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم
وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. جزاك الله خيرا. خلاص ما شاء الله هم عرفت. جزاك الله خيرا. بس دمهيك ما نوع كاس نمو ايه كاي عبد الله معنا تاي اودي تخاندين المقام الحمد لله في تاك تاك ما في تزاني الحمد لله كيش كي خان تزاني بلا سيدة يا ايكي بيات دس بكير المقام بيات اصلي بش نيجي في منوى بش نيجي في شوري بش نيجي في حسين بش نيجي في مقام راس بخو بش نيجي من يكولي سوزنا كنت بجن مقام راس زايدا حجاز ما شاء الله يعني فراج الزاني الحمد لله بلا الحمد لله بش نيجي مكر أثر كردت بجنين تقريبا بيات وكرد تكالا بشتنيكي بياتي أصلي ودماغي كيناتي بلي ما شاء الله إن شاء الله تدبي منشوي منشويت إيك آيات ده هشت مقامات يديليك ما شاء الله جزاك الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا كايك عبد الله راستي خواندنا تا يلاك يلاك جاوبي إن شاء الله خدت على خيرا همي أبنسد همي بشيك دارا بس أف خواندنا راستي ما يعني بريكونا بخويا في خواندني بس أكا مرتل جهابت هر إن شاء الله همي خدان خيرا يا أصل أبي هذا كما أو من لحظة ما قلتي خازش غير خديرة يعني أوقاف ما يتشبي وكربان إيمان أري والله يعني خدي أز احتمال ده بيجي مسبيتشون بمن أخوش جي بس جالك جرا هذا تراويح حد بيشه هندا ما رزق هو جالك جالك جامع الزيرة كنوش مهمية زيرة كنو احتمال أشتاج زيرة كنو ده يخوش تروش مهمية بس قرآن فات كن سيدا ولسرت خوينن تراويحه ولسرت خوينن يعني عفوا سر خلطت كن أز خال بشتكي يعني خلات تخوين السر ها؟ صدق. أري والله وجا يتشي بيا مرور بستون نبيجي بكت يعني جواك إيماني وروحاني ما شاء الله. خدش ترازي. خد على بركاته وكيف عربي جن طابة صوتك. خد حسنا. ما شاء الله خد بركاته بختي. إن شاء الله. جل 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 براتي سر شباب موافق إن شاء الله سر شباب. جل سيدا ملاحظة كودي كام دمائك نشكي خلك أجي. بله. استنكر بله. از بیش مخت خلاص دمای کاسم. بله. دمای گیم. دالا خیر همیا مازین کرد. انشالله. بله. بینارن رئیس‌دار گهدارن عزیز چنکی وقت مب دمای کرد. برای در انرژی اشاره داد. دمای امشب دمای کنین. بس دی سوام دست خوشیل همیا تیم. راستی پا همی مسابقه و همی بریکانا. افت کو انسان وقتی بیشون حکمی آن هل سنگان دریت کن. خالاتی ده هر هبن یعنی کوش لجنه بید. بس اندیش ماتی. ام دیا درست دینین راست تا بشک داری کرد و راست هم دست خوشیل همی آجی کن بس هر یعنی که من گودی تشتا که درجه جداه ویجاش بر نبینه وقتی امش دب دمایی که نکر خود حس کرد بله اه بانا یا خود حتی خلقابی تو چند بشک داره که دی ببینیم خیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته